ماريو أيضا، يعني في قراءة لآخر المستجدات اليوم، الرئيس الأوكراني يناشد الدول لإعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات، ويقول بأن أحدا لا يريد القتال معنا في هذه الحرب. هل تعتقد أن الرئيس الأوكراني اليوم دخل مرحلة مراجعة الحسابات عندما خذله، يعني على ما يبدو، الموقف الغربي؟ نعم، عمليا بعد هذا الهجوم الكبير الذي قامت به القوات الروسية، عمليا هي في منحى وصلت إليه في العملية العسكرية لتطويق العاصمة الأوكرانية، وبالتالي هناك سعي كبير من قبل القوات الروسية من أجل إسقاط الحكومة الأوكرانية، وبالتالي وضع حكومة هي تكون مناوئة للحكومة الروسية، وبالتالي هناك تركيز كبير من قبل القوات الروسية على الوصول إلى هذا الهدف. وكما قد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن هذه القوات الروسية لديها هدف واضح ورئيسي، وهو الرقم واحد على هذه اللائحة هو الرئيس الأوكراني بذاته، وبالتالي هناك محاولة كبيرة لإسقاط النظام الأوكراني برمته، النظام السياسي الأوكراني برمته، من أجل وضع نظام جديد هو يكون عمليا نظاما حليفا لروسيا، كما كان قد حصل منذ ما قبل العام 2014، حيث سقطت الحكومة الأوكرانية التي كانت عمليا هي تدعم بشكل واضح للحكومة الروسية. وهناك بشكل كبير نوع من، ليس تخاذلا دوليا، ولكن هناك نوع من الصدمة لدى المجتمع الدولي والغربي بشكل عام من حجم هذا الهجوم العسكري الكبير الذي قامت به روسيا، وبالرغم من أن جميع القوى الغربية فرضت العديد من العقوبات، وهذه العقوبات التي يمكن أن تشل الاقتصاد الروسي على كافة المستويات، نعلم بأن هذه العقوبات يمكن أن يكون لها تأثير على المدى المتوسط والبعيد وليس على المدى القريب والقصير. ففي الوقت الراهن هناك عمليات عسكرية تقوم في أوكرانيا، والجيش الروسي يتقدم بشكل واضح وكبير جدا على الجيش الأوكراني، وبالتالي هذه العقوبات يمكن أن تأخذ مجراها على المدى المتوسط والبعيد ولكن ليس على المستوى القريب. من هنا نرى بأن الرئيس الأوكراني بدأ بمناشدة القوى الغربية إلى الضغط على الحكومة الروسية بأن تجلس إلى طاولة المفاوضات لمحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة من دون سقوط الحكومة الأوكرانية. فقد اسمح لي أن أنوه بآخر أيضا المواقف اليوم وزير الخارجية الفرنسي في هذا الأثناء، يدلي بسلسلة من المواقف وأخرها أو أبرزها بأن أمن الرئيس الأوكراني باتت مسألة محورية، ولقد يكون هذا مؤشر لتسارع الأحداث خلال الساعات المقبلة. أود أن أسألك أيضا عن تصريح بلينكين، يعني اليوم إذا كان ميزان القوى العسكري واضح، كان واضح منذ البداية بأنه لصالح الطرف الروسي، إذا كان أيضا الموضوع واضح لدى الولايات المتحدة بأن روسيا لديها نوايا للقيام بأي عمل عسكري في أوكرانيا وبأن لديها القدرة وليس فقط النية، لماذا كان من الصعب اليوم الغوص على المستوى الدبلوماسي أكثر في قلق روسيا واعتبارات روسيا القومية، الأمن القومي الروسي، وكل ما طلبته هو أن تكون أوكرانيا نيوتراليزد، أو يعني ليس لديها لربما أي توجه لا غربا ولا شرقا، لماذا كان هذا المطلب صعبا بالنسبة للغرب لتأمينه؟ بداية أن التوجه الغربي هو بالاعتراف الكامل للسيادة الأوكرانية ولديمقراطية النظام السياسي في أوكرانيا، وبالتالي على أوكرانيا هي أن تختار أي مسار يجب أن تسلكه، وكان بشكل واضح من خلال العديد من استطلاعات الرأي، وخاصة بعد الثورة التي حصلت في العام 2014 والتي أودت إلى سقوط الحكومة المناوئة للنظام الروسي آنذاك، نرى بأن الشعب الأوكراني كان قد قال كلمته، وهو يريد أن يدخل في تقارب أكبر مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي، وبالتالي مع الدول الغربية بشكل عام، وهذا القرار يعود فقط للدولة الأوكرانية وللشعب الأوكراني كدولة مستقلة وحرة ذات سيادة على أراضيها وعلى شعبها، وبالتالي لا يمكن للقوى الغربية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعتبر بأن يجب على أوكرانيا أن تكون محيدة عمليا عن هذه الأمور، أو يمكن أن تلبي طلبات القيادة الروسية لناحية تحييد أوكرانيا وحتى عدم ضمها لحلف شمالي الأطلسي، فهذا قرار سيادي
تتخذها القيادة السياسية للجمهورية تمام، ولكن الأوكرانية البعض وليس يرى، أي أحد أعذرني آخر، على وهذه هي المقاطعة المطالبة فقط التي كي يعني يعتمدها الدول أستكمل، البديلة. يعني هذه النقطة أنه الغرب قام بتحريض، هذا ما يعني أنقل إليك بعض الآراء، قام بتحريض كييف في هذه المواجهة، مسألة تسليح كييف، مسألة إظهار الدعم المعنوي، إظهار الدعم الدبلوماسي العسكري، كله اليوم يعني دفع باتجاه هذه أو تأزم الأمور. بالرغم من العديد من التقارير التي كانت تقول بأن الدول الغربية لربما دفعت بأوكرانيا إلى هذه المواجهة، ولربما كان ذلك نوع من شرد للقوات الروسية، وبالتالي اليوم تجد نفسها أوكرانيا لوحدها في هذه المواجهة، لا أرى ذلك عمليا هو ما حصل. فعمليا القيادة الروسية ما زالت كانت تخطط لهذه العملية منذ العام 2014، وهذا الأمر ليس بطارئ، ولم تتخذ القيادة الروسية قرار غزو أوكرانيا في ليلة وضحاها، بل هذا قرار استراتيجي كانت اتخذته القيادة الروسية وهي تسعى إلى إعادة وضع أوكرانيا ضمن دائرة النفوذ الروسي، وبشكل عام إعادة شرق أوروبا بشكل برمته إلى دائرة النفوذ الروسية، وذلك سوف يساهم بشكل كبير إلى إعادة روسيا إلى الخارطة الجيوسياسية في هذه المنطقة، وتوقيف العديد من النزاعات التي كانت تحصل ما بين القيادة الروسية والقيادة الأوكرانية، خاصة بما يتعلق بنقل الغاز إلى أوروبا، والعديد من المصالح الاقتصادية التي تعتبر روسيا بأنه يجب أن تكون لها الأفضلية، وهي تعتبر بأن لا يمكن لأوكرانيا أن تكون متواجدة لولا هذا الدعم الروسي. وبالتالي هذا قرار سياسي واضح اتخذته القيادة الروسية بالدخول إلى أوكرانيا وإعادتها إلى دائرة النفوذ الروسي، بالرغم من جميع هذه التهديدات التي كانت تقوم بها الدول الأوروبية والدول الغربية من أجل ردع روسيا. رأينا بأن روسيا فاجأت الجميع ودخلت من خلال عملها العسكري إلى أوكرانيا، وهي تسعى إلى إعادة تشكيل القيادة السياسية داخل أوكرانيا لتكون حليفة لها وتقع تحت دائرة نفوذها. أما على المستوى العام، نرى في الوقت الراهن بأن الفرصة الأكبر لدى أوكرانيا في الوقت الراهن هي بالصمود في وجه هذا العدوان العسكري، ولا يمكن لأوكرانيا أن تصمد سوى من خلال أن تدخل في حرب عصابات وحرب استنزاف استراتيجي للجيش الروسي، يمكن أن يعطيها الوقت الكافي كي تدخل الدول الأوروبية ودول الغربية بشكل عام على طاولة المفاوضات وتضغط أكثر فأكثر لتقوم هذه العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بفعل فعلها على الاقتصاد الروسي، ولربما تدفع القيادة الروسية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولكن من الناحية العسكرية لا أعتقد أبدا بأن أوكرانيا سوف تكون قادرة بشكل واضح لوحدها بأن تصد هذا العدوان، فلا يجب أن ننسى بأن منذ الساعات الأولى لبداية هذا الغزو قامت القوات الروسية بتدمير جزء كبير من الدفاع منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية، والتي هي منظومة سوفيتية قديمة ترتكز على منظومات S-300 السوفيتية، وبالتالي قامت القيادة الروسية بتحييد هذه المنظومات، من هنا تمكنت بشكل سريع من أن تدخل داخل الحدود الأوكرانية وتقوم بشكل واضح بالسيطرة على العديد من المناطق الاستراتيجية التي سوف تساعدها في تطويق العاصمة كييف، خاصة منطقة تشيرنوبيل التي تمكن القيادة الروسية والكتائب الدبابات الروسية من الدخول بخط مستقيم نحو كييف. حتى هذه اللحظة نرى بأن دائرة القتال تتوسع أكثر فأكثر من الحدود الروسية الأوكرانية وتدخل أكثر فأكثر نحو العاصمة كييف. التحدي الأكبر يكون بأن تصمد القوات الأوكرانية حتى تتمكن القوى الغربية من أن تفرض نوع من طاولة المفاوضات على القيادة الروسية وتحاول أن تجد حلا دبلوماسيا لإنهاء هذه الأزمة. استاذ ماريو، يعني يبدو انه في تعويل طبعا امريكي على اضعاف روسيا اقتصاديا، ولكن اليوم من يتابع خطاب فلاديمير بوتين ليس في القريب يعني او في الفتره الماضيه وانما منذ سنوات، يعني وهو يتحدث بان انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو هو خط احمر، وهو يعني طبعا تهديد مباشر لامنه القومي. طب اليوم هل تعتقد انه اليوم هذه العقوبات فعليا لا يزال لديها قيمه امام الامن القومي الروسي؟ يعني من يتابع خطابه ايضا بالامس رأى هنالك اصرار وكانه رمى بكل اوراقه على الطاوله بغض النظر عن التداعيات وبغض النظر عن التكلفه. أعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية بشكل عام
كانوا قد قاربوا موضوع العقوبات قبل الدخول في هذا النزاع، وهم قد حضروا استراتيجية كاملة متكاملة كي يتمكنوا من مواجهة هذه العقوبات. لذلك كنت سبق وذكرت بأن التحدي الأكبر أمام القوات الروسية هو عامل الوقت ومسألة الوقت لهذا الغزو، ومدى سرعة وقدرة القيادة العسكرية الروسية بأن تحقق هذا الهدف بشكل سريع، وأن تسقط النظام السياسي في كييف بشكل سريع، لأن ذلك سوف يجنب روسيا التكلفة الاقتصادية الباهظة التي يمكن أن تتحملها كلما طال أمد هذه الأزمة. ولكن هناك أوراق عديدة في يد القيادة الروسية يمكن أن تستخدمها في مواجهة هذه العقوبات، لعل أولها هو اعتماد القارة الأوروبية والغرب الأوروبي بشكل عام على الغاز والنفط الروسي الذي هو يشكل عامل أساسي للصناعات الأوروبية. وبالتالي إذا طال أمد هذه الأزمة أيضا التكلفة الاقتصادية سوف تكون باهظة على الأوروبيين من ناحية عدم تزودهم بشكل مباشر بالغاز والنفط الروسي. كذلك الأمر لدى القيادة الروسية العديد من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها على الساحة العالمية، بدأت تتظهر نقاطها في العديد من النقاط حول العالم وليس فقط في النزاع مع أوكرانيا أو حول القارة الأوروبية. فهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترتكز على التعاون ما بين الدولة الروسية والقوى الغربية بشكل عام. لعل نقض جميع هذه الاتفاقات سوف أيضا يكلف كلفة اقتصادية كبيرة على الدول الغربية في بعض الأحيان. ولكن بشكل عام نعود لنذكر بأن هذه العقوبات في حال تم تطبيقها بشكل صارم كما هو متوقع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من القوى الغربية وتحديدا الأوروبية، بالتأكيد سوف تؤدي إلى انهيار للاقتصاد الروسي في حال طال أمد هذه الأزمة. يبقى بأن على القيادة الروسية في حال أرادت تجنب هذا الموضوع أن تحقق هدفها بالسيطرة على أوكرانيا وإسقاط نظامها السياسي بشكل سريع حتى تتمكن من الجلوس على طاولة المفاوضات لتجنب هذا الكم الكبير من العقوبات التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاقتصادي. وكما سبق وذكرنا بأن الرئيس الأوكراني نفسه أيضا بدأ يناشد القوى العالمية والغربية بشكل عام كي تدفع القيادة الروسية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. من هنا نرى بأن الكلفة الاقتصادية ليست فقط على القيادة الروسية وعلى الجيش الروسي فقط، بل هناك كلفة اقتصادية إنسانية بشرية الجميع سوف يقوم بتحملها، كما سبق وذكر سابقا اليوم الأمين العام للأمم المتحدة لناحية الكلفة الإنسانية التي على الجميع أن يتحملها في هكذا نزاع، لعله سوف يكون الأكبر الذي سوف نشهده على القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.